أنا أصدقائي جماعة الفاشن والموضة واللي بحبوا يشتروا أونلاين من الماركات العالمية وبأسعار رخيصة جدا وبتوصل للسعودية. اليوم نقدم لكم حوالي 13 موقع من المواقع الفخمة للي بيحب إنه يشتري أونلاين من الماركات العالمية والموضة والفاشن. وتفرجوا وتعرفوا على هالأنواع اللي ممكن ترسخ في بالكم. أول موقع جماعة ماركت تشارلز اند كيث، ماركة عالمية جدا فيها كتير من البضائع والمنتجات اللي بتلبي احتياجات الكل يا جماعة، ماركة عالمية معروفة. طبعا الروابط رح احط لكم اياها في الديسكربشن. فالماركة الأولى طبعا تشارلز اند كيث، وفي عندنا طبعا هون كاتيجوريز أحذية، شنطات، جاكيتات، ساني جلاسز اللي هي النظارات و و إلى آخره، اكسسوارات اند سو. الماركة الثانية والمعروفة للجميع اللي هي جماعة سي اتش كارولينا هيريرا، وهي ماركة معروفة جدا، عطور، مجوهرات، شنتات للرجال وللنساء والأطفال والأولاد. طبعا زي ما بيحكوها الكاتيجوريز موجودة عندكم هون كلياتها، وومن من تشيلترن واللي هي لوك بوكس. تمام. البراند الثاني أو الاسم الثاني اللي هي لويس فويتون، لويس فويتون. فيك انت طبعا تعمل كليك يمين تعمل ترانسليت لللانجوج اذا ما عرفتها. طبعا هاي ماركه عالميه اجنبيه، اي ثينك انها فرنسيه، فيها كثير من المنتجات والبرودكتس اللي ممكن تلبي احتياجاتكم. اوكي تمام. في عندي كمان هاي اللي هي لويس فويتون. عندي الموقع الثالث او الرابع يا حلوين اللي هو موقع فالنتينو، ماركة معروفة جدا، فيكم تتفرجوا على محتوياتها وتشوفوا البرودكت والمنتجات والأمور اللي ممكن انتم تحتاجوها، موضة يعني، ماركة عالمية. عندنا كمان موقع آخر اللي هي تشارمد، براند عالمي معروف من هيرمس، من هيرمس، فيه منتجات كثيرة وعديدة، فاشن، موضة إلى آخره. عندنا اللي هي كوتش اوتلت، هذا بكون اوتلت فبراندات عالميه جدا، يعني ميكس من هاي الامور. في عندنا كمان يا جماعه موقع مايكل كورس، ماركه عالميه جدا للملابس والفاشنز للرجال والستات والاطفال الى اخره. اولسو في عندنا ماركه فندي، فندي ماركه حقيقه انا جربتها بنظاره، الديزاينز للنظارات عندهم مو طبيعي، هاي عندك للنساء، سيدات، اطفال وهدايا. في عندنا ماركة اللي هي كينزو، ماركة عالمية اسمها كينزو. في عندنا كمان اللي هي توس، ماركة توس. أيضا في عندي موقع اللي هي سانت لورنت، وهاي الماركة معروفة جدا بالحقائب والملابس الستاتية. في عندي كمان ماركة اللي هي جوتشي، وهاي بصراحة غنية عن التعريف، يعني دخلت مجال النظارات ودخلت مجال الملابس والأحذية إلى آخره، والأكسسوارز من A to Z، من A to Z. ماركت جوتشي يا جماعة، ماركت جوتشي. طبعا ممكن تشوفوا أنتم الكاتيجوريز تتفرجوا على المنتجات من A to Z. عندي كمان ديور، ديور اللي هي ملكة العطور، فيها عطور كثيرة جدا وأكسسوارات كثيرة وملابس إلى آخره. فهيك احنا بنكون تقريبا عرضت لكم 13 موقع يا جماعة من مواقع الشركات العالمية للموضة والفاشن اللي ممكن تحصل فيها منتجاتك بأسعار بسيطة جدا وخفيفة، بالإضافة إلى إنه إيش؟ إلى إنها بتوصل للمملكة العربية السعودية. يا ريت لايك وكومنت وشير واشتراك بالقناة حتى نستمر تقديم المحتوى. سلام عليكم.